كان في جلسة مباحثات موسعة ما بين مصر وفلسطين برئاسة رئيسي وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره الفلسطيني السيد محمد أشتية، وده في العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية. طيب المباحثات كانت على إيه بقى؟ أقول لك المباحثات يا سيدي كانت على زيادة التبادل التجاري والتعاون في القطاعات الصحية والزراعية والتعليمية والثقافية والربط الكهربي وغيرها من الأمور والموضوعات. بعد المباحثات تم التوقيع على بروتوكول المشاورات السياسية ما بين وزارة الخارجية عندنا ووزارة الخارجية الفلسطينية. من ناحية تانية كان في بروتوكول في المجال الزراعي طبعا ما بين البلدين مصر وفلسطين. من ناحيته أعرب الدكتور مصطفى رئيس وزراء الفلسطيني عن تقديره وشكره لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعب عن كل ما تقدمه لفلسطين في التعليم والصحة والمواصلات ورفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة. أما رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي فأكد على التزام مصر الكامل بنهجها التاريخي في تكريس جهودها وتحركاتها الدبلوماسية على كل الأصعدة من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني وإعادة تحريك عملية السلام علشان نوصل لتلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة على حدود 67 وأن تكون العاصمة القدس الشرقية. معنا على التليفون المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال الفلسطينية السابق. أهلا بيك يا باشمهندس ناجي. أهلا بكم، حياكم الله. أهلا بيك، نورتنا. مهندس ناجي، كيف ترى هذه المباحثات وهذا اللقاء اللي تم ما بين رؤساء الوزراء الفلسطيني المصري والفلسطيني في العاصمة الإدارية وأوجه التعاون والبروتوكولات اللي تم توقيعها كمان؟ لا شك أنه هذه الزيارة هي زيارة من أخ إلى الشقيق الأكبر إلى مصر أم العرب. مصر دورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية يعني يشهد التاريخ بذلك، وتشهد الأرض الفلسطينية والدماء المصرية التي أريقت في قطاع غزة والتي يعني استشهد الكثير من أبناء مصر في سبيل فلسطين. ولذلك نحن نعتبر أن مصر هي مرجعية فلسطين وهي أب فلسطين وهي أم فلسطين، وهذه الزيارة هي زيارة لتعزيز العلاقات ما بين الشعب الفلسطيني وما بين مصر، وأيضا لحث مصر على الاستمرار في دورها الطليعي في دعم الشعب الفلسطيني وعلى المحافل الدولية لنصر القضية الفلسطينية وللعمل على إيجاد الدولة الفلسطينية، وخصوصا في هذه الظروف وفي ظل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي يعني تقوم يوميا بقتل أبناء الشعب الفلسطيني. لذلك لابد من اللجوء إلى الأخ الأكبر ليكون دائما هو الملاذ لشقيقه، ولتكون مصر داعمة لفلسطين في كل المحافل الدولية. على الدرب سائرون يا سيد ناجي ما تقلقش، لكن خليني الأول هسألك على نطمن على غزة ونطمن على المشروعات المتعلقة بإعادة الإعمار وإعادة البناء في غزة، أحوالها إيه؟ يعني الحمد لله كما هو معروف بعد عدوان 2021 كان هناك منحة لمصر بأوامر من السيد الرئيس السيسي ب 500 مليون دولار بدأت على الأرض من خلال ثلاث مدن مصرية. هذه المدن دار مصر 1، دار مصر 2، ودار مصر 3، بالإضافة إلى كورنيش يعني جديد وبوجه جديد، وجه حضاري في شمال قطاع غزة. الحمد لله اليوم يعني الكورنيش تقريبا 98% أنجز منه وهو على وشك يعني الافتتاح، وهو لا شك أنه كل أبناء قطاع غزة يعني أصبحوا يتجمعون في هذه المنطقة التي تعبر عن وجه حضاري لقطاع غزة، وهي نقلة يعني من الأعزاء أشقائنا في مصر، يعني هدية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة،
الذي يعاني يعني على مدى السنوات من قبل الاحتلال الإسرائيلي والحروب المتكررة. أيضا يعني الإعمار المدن هناك يعني 64 عمارة نسبة الإنجاز فيها تفوق 60%. هذه العمارات سوف توفر 1360 وحدة سكنية تقريبا يعني للمواطنين في قطاع غزة المحتاجين الذين هدمت بيوتهم. يعني هذه إضافة نوعية وهدية من إخواننا في مصر. ويعني هذه المشاريع يعني تستمر، يعني الإنجاز على الأرض يتقدم يوما بعد يوم، وإن شاء الله يكون هناك مشاريع أخرى. كان كما هو معروف كان هناك مفروض يكون كوبريين، كوبري الشجاعية وكوبري في منطقة السرايا وسط قطاع غزة. إحنا نأمل إنه إن شاء الله هذه المشاريع تستمر من قبل مصر في دعم إخوانهم في قطاع غزة. بإذن الله سوف يستمر يعني هذا التعاون، مش هسميه الدعم، هذا التعاون ما بين البلدين. بشكرك جدا المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال الفلسطينية السابق.